الحيوان اللي ما بيعرفش يطلع. يا جدعان انا اتفه من كده بكتير والله العظيم، انا بخاف من الكلاب. حيوان ايه اللي ما بيعرفش يطلع لسانه؟ ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي قول بكام. بغني في الحمام وهي بتقول لي بس اسكت ما تطلعليش صوت. ده انا افضحك. ده بوكس جوسبس ده طلع خطير. ممكن تبوس في سياق الدراما. بعرف العب بلاي ستيشن ولا اي كلام؟ لا بتعرف بس يعني هاي ازيكم؟ النهارده معايا البوكس بتاع جوسبس وتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل جوه. اسئله ملهاش لازمه؟ أسئلة ملهاش علاقة ببعض. برج الجدي معروف عنه إنه عنيد وفي نفس الوقت مش بيحب يزعل حد، أنهي جزء في دول بيسيطر عليك أكتر؟ لا مش بحب أزعل حد، أحب أرضي كل الناس يعني. باجي على نفسي أحياناً، باجي على نفسي أه. هو مش عنيد أو العنيد مش عارف، والله مش عارف، شوية وهتعرفوا يعني. لما عملت انستجرام كنت عامل فولو لناس كتير قوي، بعدها ما بقتش عامل فولو لاي حد خالص، ودلوقتي عامل فولو ل 132 واحد بس، ايه السبب؟ انا عادي بعمل فولو للبني ادمين يعني، مش ما عنديش الاستراتيجي بتاعت زيرو فولوينج وكده، بس دي كانت استراتيجي بتاعت ناس تانية غيري، ما كانتش بتاعتي خالص. وبعد كده يعني اكتشفت انه ليه مش عامل فولو لحد يعني اصحابي يعني، ما ينفعش يبقى في ناس نجوم كبار عاملين فولو للبني ادمين ليا وانا مش عامل لهم فولو باك، دي قله ادب. انت باين عليك رومانسي جدا، ايه الطرق اللي بيعبر بيها شرنوبي عن رومانسيته؟ مش عارف رندا. انا بعبر ازاي عن رومانسيتي؟ ايه ده؟ ده ايه ده بتدلع يعني بتجيب هديه؟ احيانا بجيب ورد، وفي سينما يعني بعمل الحاجات الطبيعيه بتاعت البني ادمين يعني، عندي شويه في حتة الغناء بتقعد تغني كتير برضو كرومانسية بتاع، ولا هي خلاص من الغناء عادي؟ ده بغني في الحمام وهي بتقول لي بس اسكت ما تطلعليش صوت. ده انا افضحك. انت بتتكسف جدا ودي حاجة مش ناس كتير يعرفوها، احكي لنا موقف معاكسة من بنت خلتك مكسوف ومش عارف تتصرف. لا انا بتكسف عامة معرفش ليه يعني، انا والله ما عارف بتكسف ليه بس خجول يعني. اكتر موقف معاكسة من بنت خلتك مكسوف ومش عارف تتصرف. انا عايز اقول لك على حاجة بس انا ذاكرتي ضعيفة فانا بفتكرش كل بالراحة عليا بالظبط. في مرة واحدة قامت جاية حضناني كده قعدت ماسكة فيا شوية بقول لها استكل لا ما تعملش كده. قال له ما يصحش كده. مش عارف في حاجات بقى مش فاكرها. بتسمع اغاني راب لمين الايام دي؟ ويجز يعتبر راب؟ دورك جاي دورك جاي قريب من كله انا ضارب حي انا مش فاكر ايه. مش دورك جاي دي بتاعت ويجز؟ جرب تغني النفسيه راب؟ النفسيه محتاجه هدوء شويه، افصل من الليله دي مع نفسي على انفراد، النفسيه محتاجه اسكندريه. بعرفش راب انا مالي. وبعدين الاغنيه ما ينفعش تغني راب خالص. كل ليله بسهر بسهر بقعد افكر انتي بتحبيني ولا انا بحبك اكتر. انا كل ليله بسهر بسهر بقعد افكر في الغلب اللي انا عايش فيه مش عارف ازاي اتاثر متكسر. ايوه بحبك انتي بس بحبها اكتر، والمشكله ان انتوا اصحاب. يا ريت كنتوا اغراب، حاولت اقرب منها بصيت لقيت سراب، حسيت اني بعيد لقيت نفسي وحيد، ولا مش عايز اني اقرب من جديد. انا عارف ان ارجعي لي تاني صدقيني انتي وحشاني، فهماني حبك انت اللي يتحس سمعاني انت حبيبتي وبس. كل ليله بسهر كنت بسمعها وانا صغير كتير الحاجات دي. اكتر اغنيه بتحبها من الحان عمر خيرت وغنيها؟ لا اكتر حاجه بحبها لعمر خيرت مزيكا بتاعت فيلم الارهابي. لا ترى را 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 را. دي اكتر حاجه بحبها لعمر خيرت. قلبت الدنيا بعد ما غنيت اكتب لك تعهد في مسلسل ليلى، ممكن تغنيها تاني؟ والله العظيم كنت بهزر يعني، انا في ليلى ما كنتش بغني اكتب لك تعهد يعني. ماشي. ترارا ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي قول بكام، مش عايز اعيشه معاك عشان لو عشت كله جراح حرام، ولو انت خايف لما تسيبني اقابل بعدك حد يصوني
وانت لو ما بقتش بتصدق كلام انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني اعيش لوحدي باقي عمري بس اعيشه باحترام. ايه تاني؟ احكي لنا تفاصيل حفظك لاغنيه لوسي التركيه وغنيها. دخلت على يوتيوب كتبت غني تركيا لوسي. هو المشهد كان مكتوب كده يعني، وان انا بغني الاغنيه. انا ما كنتش اتفرجت على الفيلم كتير لدرجه ان انا حافظ الاغنيه اكيد يعني. ما فيش حد اصلا بيحفظ اغنيه عامله كده يعني، اغنيه ما ينفعش تتحفظ. فقمت داخل سامعها منه، قلت اسمعها منه ولا اسمعها من الاغنيه الاصليه؟ فقلت لا اسمع الاغنيه الاصليه بالمره. دخلت لقيته اصلا هو مش قايل الاغنيه الاصليه، هو خطير يعني. هو عارف يقول اي كلام على شويه حاجات من الاغنيه فطلع اللي هو طلعه ده. فهو لا هو جامد قوي. فدخلت بقى كتبت الكلام بالعربي. سيم بريلاري يرافروم باتوم كينارين حاجات كده. سيم بريلاري يرافروم باتوم كينارين زلفوني كان اللون ابنش تمارا يا لفينكي زمن ده دينا امانو امرا باشا سينر درسويو يجلوسا أرجيك بروسا. ممكن تبوس في سياق الدراما؟ ممكن أبوس في سياق الدراما يعني، إيه اللي يحصل؟ دراما يا جماعة، ما احنا ممثلين برضو في الآخر. طالما في سياق الدراما يبقى بتعمل رياضة بانتظام من إمتى؟ وبتلعب حاجه غير الجيم ولا لا؟ بقالي فتره بروح الجيم ومنتظم وكده حقيقه. رندا مشجعاني يعني. بلعب كوره ساعات بس ما بعرفش العب كوره. لو قلنا لك ترقص على اغنيه لقيت الطبطبه ترقص عليها ازاي؟ مش عارف. لقيت الطبطبه ولو ما انتش بعيد. ده بوكس جاسبس ده طلع خطير. معلومات عامه قوي، معلومات عامه قوي. ها اطلع فاشل فيها جدا. ما هي اقدم لغه مكتوبه في التاريخ؟ هيروغليفي. ايه حد فيكم قال هيروغليفي قبل كده؟ اهي فرعوني. برافو فرعوني. ها طب ايه؟ روماني. ياباني. صيني. صيني صح. فيلم العلا غانم وحلا شيحه. يا نهار اسود. كان معاهم حد تاني؟ سحر العيون؟ لا دي كانت نيلي كريم. بتقولي اسم؟ خلاص يقولي اسم. لا ده انا ما شفتوش اصلا فاهم. فخلاص ماشي ما اعرفوش. كامل الاوصاف. اوكي معلومات عامه قوي فاهم. ما هي العمله الرسميه في سويسرا؟ فرانك؟ هي صح. ماشي. من قائل العقل السليم في الجسم السليم؟ انا قلتها قبل كده. ما اعرفش. ما اعرفش مين اول واحد قال. متوقع مين مثلا؟ مين؟ ما اعرفش والله. العقل السليم في الجسم السليم. تحسها طلعت حرب كده. مين يا جدعان اخلصوا؟ افلاطون. كم عدد ارجل النمله؟ 9. ثانية بس ازاي 9؟ عادي ما التوك توك بتاعت كاوتشات يعني. ايه؟ 8. 6. صح. 6. ماشي. ما هو اسم انثى الثعلب؟ سهل بقى؟ والله سهل جدا. ديب. ايه اللي سهل؟ ثعلبه. بذمه اهلك يا جماعه انتوا بتهزروا. قلت الثعلب ديب بس لقيت سهله دي حسيت انه يعني حيوان اعرفه. ثعلبه. اكبر مدينه في اوروبا؟ مدينه مش بلد. ها يا جماعه انا تايه. انا اتفه من كده بكتير. خلاص لندن. خلاص ثانية واحدة. لندن أكبر مدينة في لندن بالعربي. لندن أكبر مدينة في أوروبا. هي لندن في أوروبا أصلا؟ الحيوان اللي ما بيعرفش يطلع. يا جدعان أنا أتفه من كده بكتير والله العظيم. أنا بخاف من الكلاب. حيوان إيه اللي ما بيعرفش يطلع لسانه؟ مش عرفني أنا الحيوان اللي ما بيعرفش يطلع لسانه أنا. بس هو من الزواحف. تمساح؟ أه. ما بيعرفش يطلع لسانه؟ يا تافه قوي. إيه الحيوان اللي لو فتح بقه أكتر من دقيقة بيموت؟ هو أنتوا عايزين مني إيه؟ تعبان؟ لا تعبان ده حيوان؟ ضفدع؟ عادي يعني. بتحب فيروز جدا، تعرف اسمها الحقيقي ايه؟ لا ايه في اسمها الحقيقي؟ اسمها نهاد حداد. نهار ابيض. بعد كل ده خلاص خلصت. انت مركز قوي وشكلك صايع. ما هي اصل كلمه بترول؟ انا عايز اروح. ايه هي عاصمه الصين؟ الصين احلى صح؟ الصين حلو. الصين بلد جميل. بكين.
ياه تعرفني في اللعبة دي هتجاوب على الأسئلة بسرعة جدا وبعدها هتكلم راندا تسألها نفس الأسئلة. راندا موجودة في البيت، خش جوه عشان نعرف هي عارفاك كويس ولا لا. ادخلي ادخلي. أول سؤال مبشر بالخير. أول سؤال مبشر بالخير. هتبقي عارفاه طبعا. خشي. ايه؟ هما كام؟ 12. هتجاوب على 10. مين بيطبخ أحسن، راندا ولا مامتك؟ مامتي طبعا. بتعرف تعوم؟ اه بعرف اعوم. اسمك في البطاقه محمد فاروق احمد الشرنوبي. فرهود ولا عادي؟ فرهود طبعا. بتشخر وانت نايم؟ لا اشخرش او مش عارف. هي هتبقى عارفه اكتر. طولك كام؟ انا نفسي مش عارف، 188 مثلا. بتعرف تلعب بلاي ستيشن ولا اي كلام؟ لا بعرف العب بلاي ستيشن بس يعني ساعات بخسر يعني الطبيعي. اكله مش ممكن تطلبها دليفري؟ اكيد هي هتقولها غلط واكيد انا مش فاكر برضو. المحشي ما بيتجابش من بره خالص. اكتر اغنيه بتحب تدندنها في البيت؟ شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده انا بسهر بالساعات. اكبر عيب فيك؟ عندي عيوب كتير اصلا يعني عادي يعني. اكبر عيب فيا انا بارد. اه بس بارد. اه بس مش عارف هي ممكن تاخد بالها من الموضوع ده. حمام سباحه ولا بحر؟ حمام سباحه طبعا. صوتك بيعلى وانت بتتناقش مع حد؟ لا مش كتير بس ممكن الحماس ياخدني شويه فصوتي يعلى فتفتكر ان انا بزعق. خلصت كده. طب نناديها ولا نكلمها على فيس تايم؟ نكلمها. شكلي وحش قوي. ها اه هي اكيد بتتكلم في التليفون. عرفت ان انت بتحب رضا البحراوي جدا. رضا البحراوي طبعا ده برنس. انت غنى لي حاجه بحبها منه. حاجه بحبها من رضا البحراوي. مبقاش عندي ثقه في حد من اللي انا شفته في حياتي، زمان انا خدت درس وغلطتي ما ذاكرتهوش. تي يا رفرا برا انا خدت الضربه بجد من اقرب ناس في حياتي، مش اهلي دول والله، لا 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 اقسم بالله وحوش. انا اللي كان كاسرني تيرا بارارا، واللي كان قتلني تريا بابا بابا، بيستقلوا بيا وكمان مستصغر اني ترارارا، كمان مستصغر برا 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 برا، كمان مستصغر اني. انا اللي عشت ليهم كنت بخاف عليهم، نسوني حتى اسمي وجود خلاص عليهم. انا اللي بكره هبت ترى برا، انا اللي بكره هبت، انا اللي بكره هبت. يا ما ناس تلاقي النعمة على الارض وتبوسها، والناس غلابة تلم النعمة من على الارض وتبوسها. يا رب نرد. الو بقولك ايه، انا بكلمك على اساس ان انت مش في البيت وبتاع. ماشي اسالك شويه اسئله وردي عليها ونشوف بقى انت رديتي صح ولا لا. مين بيطبخ احسن، انت ولا مامتي؟ ايه الاحراج ده؟ مامتك طبعا. برضو برضو طبعا. ماشي. بتعرف تعوم؟ اه بتعرف تعوم بس بتخاف من البحر. طب مش لازم معلومات زياده. اسمي في البطاقه محمد فاروق احمد الشرنوبي. برافو عليكي. فرهود ولا هادي؟ يا لهوي فرهود طبعا. ايه ردت زي اهو. بتشخر وانت نايم؟ لا طبعا بس لو تعبان. اخراسي بقولك بلاش معلومات. بلاش معلومات كتير. ما بشخرش خلاص قلتي لا طبعا. ايه بقى طب لما اخلص بيقولي لي المعلومه ازاي دي. طولي كام؟ 170. معلش 180. بعرف العب بلاي ستيشن ولا اي كلام؟ لا بتعرف بس يعني. يا بنتي ردي على قد السؤال وما تكسفيناش. ما تصغريناش بقى. حاضر. اكله مش ممكن اطلبها دليفري؟ اكله مش ممكن تطلبها دليفري. الحاجات اللي انا بعطل فيها بس هي اللي بتعطل فيها. لا انت بتطلب كل حاجه يا دودو، عندك لكل حاجه من حته معينه. في حاجات مش موجوده في حتت معينه زي ايه مثلا؟ ها؟ بيض مثلا؟ كلها ايه من الاكل البيتي؟ ايه من الاكل البيتي؟ بيض ايه؟ انا باكل بيض كل يوم في البيت. ايوه عشان كده مش بتطلبها دليفري. لا حاجه اكل بيت بحب اكله في البيت مش باكله غصب. حمام. انا طول عمري بطلبه من فرحات يا رندا. مش عارفه
محشي، ما بطلبش محشي من حته. بتجيب ورق عنب يا بقى غاويه بقى توقعني بقى في الكلام. اكتر اغنيه بحب ادندنها الفتره دي في البيت. الكلام عدى الكلام. ماشي. اكبر عيب فيا؟ بتنسى. يا نسيت. ايوه صح. حمام سباحه ولا بحر؟ حمام سباحه طبعا. صوتي بيعلى لو انا بتناقش مع حد؟ لا غير لو هو مستفز بقى، دي مشكلته. اه يعني ده يعتبر صح يعني. ماشي. جاوبت على كام واحد صح؟ الاكل وفي واحد تاني. ايوه يبقى زي ما انا قلت 10 من 12. ايوه 10 صح يعني. ايه ده؟ برافو. 11. برافو. اقفلي وادخلي لي. ادخلي لي. بيض. بيض يا رندا. يلا باي.